السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج هيلثي لايف الرياضي. من خلال برنامجنا نقدم لكم فقرتين، الفقرة الأولى تكون عبارة عن فقرة عن التغذية وكذلك عن نصائح عن بعض التمارين، وأيضا الفقرة الثانية اللي هي عبارة عن مجموعة تمارين نقدمها لكم ونشرح لكم إياها بالكامل. موضوعنا إن شاء الله راح يكون عن اللي هو بعض الأشخاص اللي يتبعون حمية غذائية، فبالتالي ممكن ما ينزلون وزنهم، والسبب اللي هو قياس الوزن في أوقات خاطئة أو الاعتماد على الميزان. طبعا الميزان صحيح عامل مؤثر في نفسية الأشخاص، أو عامل كبير بعد مؤثر في نفسية الأشخاص، بسبب أنه يعطيك الأرقام إذا أنت نزلت أو صعدت، ولكن في بعض الأوقات خطأ أنك تقيس فيها وزنك. ممكن أنت نازل بس يبين أن أنت زايد وزنك. ليش؟ لأن الميزان له أوقات معينة. طبعا افضل وقت انك تقيس فيه وزنك اثناء الفتره الصباحيه، اللي هو اثناء النهوض من النوم. افضل فتره انك تقيس فيها وزنك، ما تاكل ولا تشرب اي شيء، على معده خاليه تقيس وزنك، تعرف وزنك الصحيح. فهذا افضل وقت حق الميزان. بس اما بالنسبه حق الاشخاص اللي هم يكون بعد التمرين او بعد تناول الاغذيه، او ممكن ان تناول وجبه ثقيله بطيئة الهضم للحين موجودة بجسمه ما هضمها، فبالتالي راح تبين له اللي هو وزنه يكون زايد كيلو أو نص كيلو أو كيلو ونص حسب الوجبة اللي هو تناولها، أو بعد ضغط كبير من اللي هو خلال يومه. فأنت عندك خطأ أنك تقيس وزنك خلال هذه الأوقات، بمعنى ضغط كبير خلال يومك، أنك ممكن خلال اليوم هذا تناولت انت وجبه او وجبتين، او مثلا شربت فقط الماء، تقول الماء ما يزيد الجسم، او القهوه، وعندك ضغط كبير في الدوام، فعندك هنا انت الدوره الدمويه راح تكون صاعده عندك بسبب الضغط، وكذلك شرب بعض السوائل، فهذا يؤدي الى زياده في الوزن. فانت هنا راح يكون طريقه قياس الوزن خاطئه. افضل طريقه اللي هي عند النهوض من النوم، او عندك تقدر تخلي عندك تيشيرت وبنطلون. هذول التيشيرت والبنطلون انت تقيس فيهم نقول سايزات او احجام جسمك، من حيث الذراع، من حيث البطن، من حيث الظهر، من حيث الرجل، فتقيس فيهم وبتحاول انك يعني فقط تخليهم حق القياس، على اساس ان بعض الملابس ممكن انك تغسلها تنكمش وياك، فبالتالي ممكن تصير ضيجه على اللبس نفسه او يصغر حجمها، فبالتالي انت عبالك ان وزنك زاد. لا، انت افضل شيء تلبسهم تقيسهم على نفسك، وايضا تخليهم، فتخليهم هم فتره قياس. انت عندك فتره قياس من 10 ايام ل 15 يوم حسب انت طريقتك يعني. فكل خلال 10 ايام او 20 يوم او كل شهر تقيس فيهم وزنك من خلال الميزان اثناء النهوض من النوم، وكذلك الملابس المتخصصه حق الامر هذا اللي انت قاعد تستخدمها. فهذه افضل طريقه انك توصل حق وزنك الصحيح وحق شكلك. وايضا انت لازم تعرف جسمك، تشوف جسمك، لان بعض الاشخاص هم بنظرهم يعرفون جسمهم اذا هو زاد ولا تعدل جسمه، ولا جسمه ما يعني تعدل بالشكل المطلوب. فانت هني تخلي عينك هي قياسك، وتخلي اللبس هو قياسك، وايضا تحاول انك تقيس وزنك بالشكل الصحيح، وما تستخدم اكثر من ميزان، تستخدم ميزان واحد فقط، لان كل ميزان له طريقه معينه في القياس. فابتعد عن طرق او من كل فتره تقيس الميزان، لا، اختار ميزان مخصص يخصص لك نفس ما قلت لك ملابس حق الموضوع هذا، وراح تشوف ان شاء الله النتيجه معاك ووصلت حق الهدف اللي انت تبيه. وهذا كان موضوعنا اليوم ان شاء الله، اتمنى الجميع يستفاد منه. تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديده. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل. راح اقدم لكم اليوم عدة تمارين راح تساعدكم في حرق سعرات حرارية اكثر اثناء التمرين. معاي الجهاز الموجود
راح يساعدني في تمريني اللي هو القفز فوق الجهاز، وكذلك راح يكون في اللي هو جولة واحدة البوش اب. أول شيء التمرين راح يكون كالتالي، راح أثبت جسمي بالشكل هذا، أنزل أصعد طبعاً. أثناء النزول بالشكل هذا، هذا راح يأخذ لي اللي هي عضلة الرجل. الحين تمرين هذا تمرين سكوات، تمرين سكوات، بعدين راح أنقز في الجهة الثانية، من بعدها أنزل ضغط حق عضلة الصدر. الحين أبين لكم التمرين. لاحظ معي ايضا انزل في الشكل هذا. طبعا بالنسبه حق التمرين تقدر تلعبه 4 جولات او 5 جولات، عدد التكرارات تكون من 15 الى 20. التمرين الثاني راح يكون كالتالي، اللي هو راح ياخذ لي عضله المعده، اثبت الجسم بالشكل هذا، انزل من بعدها احرك بالطريقه هذه. لاحظ معي طريقه التمرين، طبعا سهله ما تحتاج جهد عالي، فقط انك تركز بالطريقه السليمه. طبعا بالنسبه حق التمرين هذا نفس ما ذكرت لكم، جهد ما يحتاج جهد عالي، فقط يحتاج انك تركز بالتمرين، وكذلك حاول تخلي عدد الجولات اللي هي من 5 الى 6، وتزيد من عدد العدات او التكرارات من 10 الى 15. هذا التمرين بالنسبه الثاني. التمرين الثالث راح يكون كالتالي، اثبت جسمي، ايضا سهل راح يكون بالشكل هذا. لاحظ هذا التمرين اللي هو راح ياخذ لي عضلة ايضا المعدة ونوعا ما الخواصر. تحاول انك تزيد من عدد العدات قدر المستطاع. الحين طبعا التمرين الاخير راح يكون كالتالي، انزل بالشكل هذا، ضغط، اصعد بالطريقة هذه، انزل ايضا، انزل ضغط او بوش اب، اصعد بالشكل هذا. طبعا ايضا هذا التمرين يساعدني على شد عضلة المعدة وايضا عضلة الصدر. الجولات تكون عندكم ما بين 4 جولات الى 5 جولات، وايضا عدد التكرارات تكون من 15 الى 20. وهذا كان تمريننا اليوم ان شاء الله، اتمنى الجميع استفاد منه. تابعونا بحلقات مقبله بتمارين جديده.